محمد رزاق من النجف. محمد، مرحبا بك. أستفهم منك أولا عن حدث أمني في محافظة النجف أشار إليه قيس المحمداوي رئيس اللجنة الأمنية العليا، قنبلة صوتية، معلوماتك عن ما جرى، طبيعة هذه الحادثة. نعم، مساء الخير. في فجر اليوم وتحديدا يعني ما يقارب الساعة الثالثة من فجر هذا اليوم سمع ذوي انفجاران في محافظة النجف بعد الاستفسار وال يعني التحري عن الموضوع. تبين أن الانفجارين هما لاستهدفا مركزين انتخابيين في محافظة النجف، تحديدا في مدينة الكوفة بعبوات صوتية، بالإضافة إلى تبيان في وقت لاحق هناك مجهولين قاموا بإطلاق نار على مكتب مفوضية انتخابات النجف أيضا في ساعات الفجر الأولى من محافظة من توقيت هذا اليوم. القيادات الأمنية هونت من هذا الموضوع وقالت أن ما حدث هو ليس خرق، ووصفت الأمر بأنه فقاعة وانتهت لوقتها، وأن القوات الأمنية مسيطرة على جميع المراكز الانتخابية البالغ عددها 336 مركز انتخابي لعموم المحافظة، وأكدت أن المراكز تستقبل الناخبين بصورة طبيعية جدا، لا يوجد خلل أمني باستثناء ما يعني حدث في فجر هذا اليوم اللي هي تقريبا ثلاث أمور: استهداف مركزين انتخابيين بعبوات صوتية، واستهداف مكتب مفوضية انتخابات النجف برشقات من النار أطلقها بردا وسلاما. يا محمد، لو حدثتني عن طبيعة ما يجري الآن في المحافظة في مراكز الاقتراع، المحطات، عن انسيابية عملية التصويت، نسبة المشاركة. أبدأ من حيث انتهيت زميلي. نسبة المشاركة احنا تعودنا في السابق عند منتصف النهار تعلن النسب بصورة رسمية من مفوضية الانتخابات. على سبيل المثال في الاقتراع الخاص في الساعة 12 من منتصف النهار أعلنت المفوضية نسبة المشاركة، لكن لغاية هذه اللحظة في الاقتراع العام لا توجد إحصائيات رسمية. المفوضية لحد الآن لم تصرح، مفوضية النجف لم تصرح لحد الآن بنسب الإقبال. يا محمد، صف لي الإقبال، هذا ما قصدت. أعلم أن هناك مؤتمر للمفوضية عند الساعة 1 ظهرا، تفضل. الإقبال لحد الآن متفاوت، يعني في بداية الصباح في الساعة الصباح كان ضعيف جدا أو معدوم، بعدها من ساعة تقريبا 11 بدأت يعني بدأت الناس تتوافد على مراكز الاقتراع. أنا شخصيا يعني قمت بجولة على محطات الاقتراع في المركز الانتخابي ورأيت ولاحظت النسب المئوية. النسب المئوية لا تتجاوز 10%، يعني في محطة واحدة كانت هناك النسبة 12%، لكن في محطة أخرى 6% ومحطة أخرى 9.5%. بالمجمل يعني أعتقد لغاية يعني قبل 10 دقائق تقريبا كانت النسبة في المركز المتواجد فيه آني تقريبا 10%، لكن في بقية المناطق وبحسب الاتصالات في المناطق الأكثر شعبية، المناطق السكانية، هناك يعني نسب كبيرة جدا. لكن كعدد رسمي، كأحصائية رسمية، ك شيء موثق من المفوضية لحد الآن ننتظر. أشكرك جزيلا يا محمد، كنت معي من النجف، بالتأكيد لنا عودة معك ربما في ساعات لاحقة.